كاين ضم حزب النهج الديمقراطي العمالي المهرجان التضامني مع المعتقلين السياسيين الحضور للعائلات ديالهم، وكذلك قوى سياسيه ونقابيه وحقوقيه وجمعويه ديمقراطيه وتقدميه ومناضله يعني في الساحه، من اجل اولا التعبير على التضامن ديالنا المطلق والمبدئي مع كافه المعتقلين السياسيين ومعتقلي الراي، وكذلك ضحايا ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المغرب ومن بينهم المختطفين مجهولي المصير. والمسألة الثانية هو باش نطالبوا بالإطلاق الفوري للسراح ديالهم، وكذلك توقيف والكف على أو الكف عن سياسة القمع والحصار والتغول اللي كينهجها النظام المخزني في حق الشعب المغربي وفي حق قوى المناضلة وأبناء وبنات الشعب المغربي المناضلين على كافة المستويات، سواء كانوا صحفيين أو مدونين أو مناضلي الحركات والنظام. بالنسبة الحضور العائلات ديال المعتقلين السياسيين وكذلك عائلات المختطفين مجهولي المصير، هذا في إطار الدعم ديالنا لهم والدعم ديالنا والتضامن ديالنا مع الأبناء والبنات ديالهم اللي حاليا كاين داخل السجون ديال الذل والعار المخزنية، وكذلك كاين اللي باقيين يعني مختطفين مجهولي المصير. يعني هاد الملفات هذه بينها الملف ديال الرفيق ديال الأسرة ديال الرفيق الوسولي اللي لحد الآن المصير ديالو مجهول، إضافة لواحد المجموعة ديال 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 المجهولي يعني المصير. إذا باش نعبروا على التضامن ديالنا في هذا الإطار كنحييو النضالات والصمود ديال العائلات اللي كيخوضوا يعني سلسلة من النضالات والاحتجاجات وكينظموا يعني لقاءات من أجل المطالبة بإطلاق السراح ديالهم. قلت أنا خاصة أن هاد الانتهاكات أو أن هاد الاعتقالات السياسية بقى مستفرة في المغرب، وبل أكثر من هذا أنها عرفت في المدة الأخيرة واحد تصعيد يعني خطير جدا باستهداف الصحفيين بحال يعني يوسف الحارش مؤخرا، وكذلك المدونين واخرهم هو المدون بمدينه ازمور دكار اللي هو عضو الجبهه المغربيه لدعم فلسطين ومناهضه التطبيع اللي حاليا معتقل ومتابع يعني بتهم اللي هي وهي. لذلك فاحنا في هذا السياق كيجي هذا المهرجان التضامني باش يعني نرفع واحد الصرخة حول هذا الملف، ونعتبره على أن هذا المهرجان ونتمنى أنه يكون واحد الخطوة إيجابية ونوعية للنضال من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والكشف عن مصير المختطفين مجهولي المصير ومحاسبة يعني المسؤولين على هذه الانتهاكات الجسيمة، لأن في حقها انتهاكات جسيمة اللي بقى مستمرة في المغرب، بقى مستمرة في المغرب رغم الشعارات يعني الزائفة حول الديمقراطية والعهد الجديد وحقوق الإنسان وغيرها. والخطير في الأمر هو أن هذه الانتهاكات مستمرة في الوقت اللي المغرب ولا كيرأس المجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. بالتالي فعوض باش غادي يطلق سراح المعتقلين السياسيين ويكف عن سياسة القمع، كنوجدوا أن إذا كيصعد من السياسة ومن التغول ديالو، وكيستغل في هذا الإطار يعني هذا المنصب ديالو كغطاء يعني غطاء الاستمرار والتمادي في السياسه القمعيه ديالو. تمت الدعوه ديالنا لهذا المهرجان التضامني مع المعتقلين السياسيين ومع العائلات ديالهم، كنعتبروا على انها فرصه مهمه للتذكير اولا بواقع الاعتقال السياسي اللي كاين في المغرب، للاسف انه من بعد هيئه الانصاف والمصالحه واعلان الدوله على طي صفحه الماضي الاليم وماضي ديال الرصاص اللي عرفوا المغرب،
المغرب. للأسف أن من بعد 99 كذلك شهدنا واحد الحملات ديال الاعتقال السياسي اللي مرتبطة سواء بالتعبير عن الرأي أو بتدوينات مثلا على مستوى الفيسبوك أو وسائل التواصل الاجتماعي. كذلك هناك قمع ديال الصحفيين اللي كيكونوا مستقلين كيعبروا عن الآراء ديالهم. وكذلك كتشمل هذه الاعتقالات السياسية كذلك صحفيين، كتشمل كذلك النقابيين، حقوقيين، مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان، ممكن تشمل كذلك يعني مناضلين سياسيين واللي كان، وبعض المرات حتى مواطنين اللي كيخرجوا يحتجوا من أجل المطالب ديالهم المشروعة، خاصة ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واللي كان اعتبروا على أن هذا الاحتجاج هو حق مشروع للشعب المغربي للتعبير عن رفضه للسياسات العمومية، واللي خاص الدولة يكون عندها واحد الصدر رحب لتلقي هذه الاحتجاجات. وكذلك نعتبروا أنه ترأس المغرب لمجلس حقوق الإنسان هو خصو ينعكس على الوضع الحقوقي في المغرب، ينعكس من ناحية أولا كنا كنتمناو أنه مناسبة ترأس لهذا المجلس أنه يتم الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، خاصة نشطاء الريف اللي مازال كاينين في السجون واللي يعني عندهم مدة طويلة مازال ما تمش الإفراج عليهم. كذلك كنا كنتمناو أن يتم الإفراج عن الصحفيين اللي معتقلين. فإذا بنا اليوم أمام حملة أخرى ديال الاعتقالات السياسية اللي كتشمل كذلك للرافضين للتطبيع مثلا واللي كيعبروا عليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كذلك كيشمل المدونين وكيشمل كذلك نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي اللي كيعبروا على الآراء المختلفة ديالتهم، كيشمل كذلك نشطاء في الحركات الاحتجاجية والاجتماعية بحال اللي وقع مثلا في كيك، كيشمل كذلك يعني واحد الطيف واسع ديال المواطنات والمواطنين لمجرد التعبير عن الرأي. بعض المرات كيتم الاعتقال أو المناسبات قمع بعض الاحتجاجات ولا هذا. دونك تنعتبروا على أن هذه مناسبة باش نطالبوا الدولة المغربية بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وقف مسلسل ديال، لأنه هذا يسيء ليس فقط للمعتقلين والعائلات ديالهم ولكن يسيء كذلك إلى صورة المغرب اللي كنطالبوه أنه من أجل أنه تكون عنده واحد الصورة ديال دولة ديمقراطية اللي كتحترم حقوق الإنسان في الواقع ماشي فقط في الخطابات اللي كيصدرها للخارج. كنطالبوا كذلك من كل القوى الحية اللي كاينة في البلاد أنها تكون في مستوى ديال اللحظة، لأنه ضروري أنه مواجهة تغول ديال المخزن وكذلك هذا المسلسل ديال الاعتقالات وديال التضييق اللي كتشمل يعني جميع المجالات، خاصة فحنا في واحد الوقت الوضع الاقتصادي واجتماعي اللي هو متأزم واللي أكيد غيخرج فئات كثيرة ديال الشعب المغربي من أجل الاحتجاج والمطالبة يعني بالحقوق ديالها. وبالتالي يجب الإنصات لهذه الأصوات هذه، ويجب كذلك الدعم ديال هذه الحركات الاحتجاجية من طرف القوى الموجودة في الساحة المغربية، سواء نقابيين او سياسيين او حقوقيين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.